10 حالات إصابة بالدفتيريا. هذا ما أوضحته تقارير فرق الترصد الوبائي في مديرية جيشان بمحافظة أبيان. ترجح بعض المصادر أن يتجاوز عدد المصابين الأرقام التي تم رصدها، خصوصا وإن جغرافيا المنطقة عادة ما تكون حائلا في الكثير من الأحيان في وصول المرضى إلى المرافق الصحية هنا. ويشكو سكان المديرية من تردي الوضع الصحي وافتقار المرافق الصحية فيها للأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. مشرفين ترصد يعملوا بلاغ للمديرية، المديرية تستلم هذا البلاغ وعندها فريق استجابة سريعة، هذا الفريق الاستجابة السريع ينزل للمنطقة هذه يأكد هذا أو ينفيه. المواطنين يعني معلوماتهم بسيطة وأي أسهال وأي اسمه ويبلغوا، في نفس الوقت هم المواطنين مش متعاونين مع أنفسهم، عندهم مراكز التطعيم وما يطعموا أولادهم. تقول تقارير الرصد والمتابعة أنه يجري يوميا تسجيل الكثير من حالات الإصابة بالحميات في مختلف المناطق، مؤكدة ظهور حالات أكيدة لأمراض الدفتيريا والكوليرا، بينما المرافق الصحية لا توفر الرعاية الصحية الكاملة التي يحتاجها المرضى. نحن الآن نسعى مع المنظمة إن يعني تنشيط التثقيف والإعلام الصحي، تنشيطه ما يشتغلش إلا دوري مع فترة الأزمة تنشيطه. وأمام مخاوف المواطنين من عودة انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة، تؤكد مكاتب الصحة في محافظة أبيان إنها تعمل جاهدة لاحتواء الأمراض والحد منها ووضع معالجات سريعة للحد من انتشارها، حتى في ظل تردي الأمكانيات المادية التي تعد أحد الأسباب الرئيسية في تأخر تأهيل المراكز الصحية في معظم المناطق خصوصا الريفية، والتي كانت من الأسباب المباشرة في عودة انتشار الأمراض. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.